كاع قسمه انا سيب شوي هذه قسمه حطها فم فيه هذوك تروحوا هذوك فيها صوفك عندكم الصغير خلاص تا 50 الصغير خلاص شغل ستيت فورد كاطو هكذا اه كاين واقيلين ماكش ما خصكم ها قول لي زيك كذا عندنا الحال تبغى تشوف في الكعبه السلام عليكم زبائننا الكرام متتبعينا الاوفياء اهلا وسهلا ومرحبا بكم في بازار الاميرات اليوم جبنا لكم دفعة ما شاء الله في الأواني المنزلية بضاعة ما شاء الله بارطاجونا اللايف خبروا جوارينكم خبروا الله فامي توجور ما جديد توجور ما لافير راني سلام عليكم السلام مرحبا بك جاسمين سلام عليكم السلام مرحبا بك جنة الريحان سلام عليكم السلام مرحبا بك أمينة سلام عليكم السلام مرحبا بكم طاقيو نحبا بكم خوتي ماكسيمو راه كاينة بضاعة بقوة ما شاء الله رانا جبنا لكم بضاعة ما شاء الله في الأولين منزل الإمام فانوس الفانوس راه تخل بقوة ما شاء الله الفانوس 3 بياس تاع 100000 راه تخل بقوة ما شاء الله ما شاء الله لا لا هذوك خاطين المهم خوتي راه كاينة السلعة راه كاينة السلعة بقوة ما شاء الله هاي قلت السلعة ربي يبارك السلعة أنواع أشكال كاينة مرحبا شني هذا؟ تعزاكي هي ولا تجيبها لي لهنا نتخلص اش بيك انا سيم؟ مكتوبة مكتوبة هذه زكية كان حمودة هذه حمودة روح عقب هذه ثم نحل تاع الفخار قبل هذه عقب هذيك اللي داخل تاعنا هذه تاعنا ايه هذيك قسمه داخل ورقات لازم يتمونط هذا قبل اصبر اروح تشوف يوسف يوسف لا لا اقسمها ثمك اقسمها ثمك هات لي هات لي البولون تاعو اسمع البولون تاعو هذه تعمل قريتهم كاع اش بتشوف هاي وين تحتني راك مخلط هما يقولوا لي حمود خلي خلي كيما خوتي شوفوا هذا بورت غاطو ما شاء الله هذا راه يتمونط برك هذا بورت غاطو ما شاء الله بالمغط تاعو هاولي كيفاش يجي حاجه ما شاء الله بورت غاطو جديد هذا موديل ما شاء الله رجعوا الفاطا تاعو هذا المبلاش تاعو هات شوف ها بلالة اي صورة واحد تحيي واحد فنو صورة
اي صفا قول له لقيت واحد فانوس لداخله. مزال واحد فانوس هما. ها وين بعثوها؟ شكون اللي هبطها الفانوس؟ عصام وين حطيتها؟ هذيك شو تقول هذا؟ صح تحط بلا افتح لي هذه افتح لي واحد فانوس افتح زهرة ريمال مساء الانوار ما شاء الله ربي يبارك فيك مرحبا بك. المهم خوتي راهي السلعة بقوة راهي السلعة قوة ما شاء الله في الاونة المنزلية متوفرة في بازار الاميرات رقم 1 كذلك بازار الاميرات رقم 2 ايه دخل هذيك دخل نحمد واحد برك هكذا الفانوس 3 بياس هاو تدخل ها هكذا راه يجي فيه 3 بياس صاي بلا ما تفتح الاخرين هكذا صحيت حطو في الوسط في الوسط ايه هذا الفانوس 3 بياس هذا دار حاله ما شاء الله هذا الفانوس 3 بياس وصونا عليه بزاف راهو دخل ما شاء الله كاينه كونتيتي ربي يبارك تلقاو في بازار الاميرات رقم 1 كذلك بازار الاميرات رقم 2 مرحبا بكم هذا درنا له 100000 خوتي فانوس هذا 3 بياس درنا له 100000 سلعه ما شاء الله مسيفو ما شاء الله عليكم كل شيء هبل كلش مرحبا بكم اهلا وسهلا بكم الفخار ثاني الطاجين راهو دخل البورت بان ثاني بورت بان انواع اشكال هاي دخلت ما شاء الله كاينه سلعه ربي يبارك شوفوا الطاجين هذا شحال باهي هذا تاع طياب بلا غارونتي هذا تاع طياب بلا غارونتي ما شاء الله هذا في الحجم الكبير راه يطلع الربيع هذه تعمل هذا هذيك حطها من لهنا حطها من لهنا شحال تاع الخبز هذيك بورت بدرنا على 85000 حاجه مليحه ما شاء الله والقاطو هذا عليك بورت قاطو ما شاء الله ايه بالبولة تاعي هذا بورت قاطو في جديد هذا ما شاء الله راه يجي فيه واحد الموتيف لهنا يجي فيه موتيف هنايا المهم خوتي راه كاينه سلعه بقوه هذه تاع من هذه ها ها جبتو السيري تاع القري طبسي طبسي باذن الله يكون ايه اليوم وغدوه ان شاء الله راه كاين جديد اليوم وغدوه ان شاء الله راه كاين جديد في طابق الاونين المنزليه هذه الدفعه الاولى ومازالت عندنا الدفعه الثانيه تدخل باذن الله من بعد تدخل ان شاء الله المهم خوتي راهي الاونين المنزليه راهي دخلت بقوه امام الاسعار راح تكون ما شاء الله هات بصح شفالي من الكرتونه كومبي ها هاك رجع
الله خليه خليه. كل حاجه قولوا لنا السعر تاعها. والله دوك درنا لكم لايف توضيحي برك. ايه دوك رانا درنا لكم لايف توضيحي برك على خاطر هاي السلعه هاي كاشتي كامل السلعه هذه كامل اولي مزيلي راهي ليك. هاي لك شاحنه معمم مشارجه بالاونيه المنزليه مازال تسمى مازال باش نفتحوا شوانط امورات بزاف. هذه السلعه خوتي راكم تلقاوها في بازار الاميرات رقم 1 بازار الاميرات رقم 2 المهم راه كاينه سلعه بقوه راه كاينه بسلعه بقوه ما شاء الله. حنا ندير لكم لايف توضيحي برك باللي دخلت السلعه من بعد ان شاء الله غدوه ان شاء الله نعاود لكم لايف باهي ما شاء الله. المهم بلايغ هذا ثاني راه متوفره البلايغ هذا ثاني راه متوفره بقوه 35000 3 ب 100000 فيه مولاد بنات زيد نسي ما تطيح هكذاك نسي شكون نسي حط لهنا هذيك هم هذيك واش حسين باش خير أولدي بالك تغلطنا راح افتح هذه بلال ها ايه بالك ايه راي زين ايه حسين عنده نحتاجه الحسين اليوم دوكا نقول لك حسين دوكا باهي ايه ورتفع حسين هات المرور لهم هات هاي ليك العفسه الباهيه البريق هذا بريق مصفيتها ها والله غير شغل هذه سلعه كاشتي هذه سلعه كاشتي لازم حتى ندير لكم لايف في طابق الاولي منزليه هذه تاع طياب هذه تاع طياب بلا كارونتي تاعها شوف بلا تخافش تخافش بلا نحي بلاد هذه راهي دخلت بقوة مش الحسينة رايح هو هذه تاع طياب خوتي هذه تاع طياب بلا كارونتي تاعها عندنا كبيرة وعندنا صغيرة تاعها اعطيني هذا هذا 35000 باهي ما شاء الله اسمح لي تشوف اسمح لي منصف المهم زبائننا الكرام رانا درنا لكم لايف توضيحي برك بلي راهي دخلت ما شاء الله سلعه ربي يبارك في الاونيه المنزليه ومن بعد ان شاء الله نعاود لكم لايف راه كاينه دخلت دفعه ثانيه جديده ومن بعد غدوه ان شاء الله كي نصطالوها ندير لكم لايف باهي هذه الاحجام كامل راهي دخلت هذه بورت كاطو هذه ثاني احجام كامل اي دخلت من كبيره حتى الصغير هكذا المهم من بعد ان شاء الله رانا نعاود لكم لايف كاينه دفعه ثانيه داخله في الاونيه المنزليه وغدوه ان شاء الله بعد ما نصطالوا الاونيه المنزليه نعطوكم كامل واش راه كاين جديد هذه السلعه لازم ما نفتحوهاش باسكو لازم نطلعوها في امورات بزاف ليسونسيال خوتي بعد نعاود لكم لايف ديروا لنا جيم وبارطاج تحياتنا لكم زبائننا الكرام والسلام عليكم.